السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين إلى يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن ينجينا جميعا من عذاب النار. لولا خطورة الموقف الذي نعيش فيه ما خطبت اليوم لمرضي، لكن تجبرني هذه الأزمة
وخطورة الموقف الذي حل بالمسلمين خاصة، والذي لا قدر الله إن امتدت آثاره الخطيرة، فنسأل الله السلامة من عواقبه الوخيمة. هذا ما أجبرني على أن أخطب خطبة الجمعة اليوم، لا سيما وقد أعادت صحيفة شارلي إبدو الرسوم الساخرة من أعظم شخص عرفه التاريخ، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدنا من قبل وخرجنا في المظاهرات، عزينا الضحايا، أنكرنا التعامل بالسلاح، أنكرنا العنف، وقلنا بأن الدماء خط أحمر، وأن الدماء كلها متساوية، ولا يجوز أن يتعامل بهذا الأسلوب وهو القتل والاعتداء على القانون وعلى الدول الأخرى. وإتماماً لما سبق أقول أيها الإخوة الكرام، والرسالة أسأل الله أن تصل إلى الجميع، أن تصل إلى الملوك والرؤساء والحكومات والشعوب، لكي نتدارك على وجه السرعة ما يمكن أن يحدث وقد يؤدي إلى حرب، قد يقول البعض عني مجنون، إلى حرب عالمية. نعم أيها الإخوة الكرام، خلق الله سبحانه وتعالى البشر مختلفين، ذكر ذلك في القرآن الكريم: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إلى آخر الآية. يقابل هذا الاختلاف في اللون وفي الجسم وفي المذاقات اختلاف في المعارف، في الأفكار، في العقول، في الثقافات، في الأديان والعقائد. وهنا السؤال: ولماذا هذا الاختلاف؟ الجواب: أولا لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الحرية. هل هذه الحرية التي أعطاها الله للبشر لها هدف أم ليس لها هدف؟ حاشاه من العبث، لها هدف. السؤال ما هو؟ الجواب في القرآن: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا هو الهدف الذي نحن المسلمين نفهمه، أن سنة الاختلاف من أجل الإثراء، إثراء المعارف، تبادل الخبرات، تبادل الآداب، وليس الاختلاف من أجل التحارب والتعادي ومحاولة كل طرف أن يمحي الطرف الآخر. البعض يريد أن يفهم الحرية بمنظوره فقط، ليس بمفهوم الإنسانية العام، ولكن بمفهوم ضيق، فيقول إنها حرية تعبير. هنا سؤال: أنت تقول حرية تعبير، حرية تعبير بأدب وبأخلاق وبعدم تعدي على الآخرين، أم حرية مطلقة بلا قانون، بلا أخلاق، بلا ضوابط، حرية بابها مفتوح لتقول ما تشاء ولتفعل ما تشاء ولتجرح من تشاء ولتسب من تشاء؟ إنه من الحمق أن أحتج بحرية التعبير وأرى أن الحرية
هي هدف. إخوان الكرام، الحرية في الحقيقة هي وسيلة، هي ليست هدفاً، هي وسيلة للتعايش، وسيلة للتبادل، وسيلة للإبداع، وسيلة للرقي، وسيلة للتعاون على كل نقاط الاتفاق وعلى مكارم الأخلاق. وحريتك تنتهي عندما تتعدى علي وعلى عقائدي وعلى مقدساتي. هنا لا تسمى حرية، فقلة الأدب وإساءة الأدب ليست حرية، الاعتداء على مقدساتي وعلى نبيي ليست حرية، هذه ليست من الحرية، إنما هي سوء أدب من الفاعل. ثم العجب أننا نجد أن من هذا المنهج البغيض يسمى السخرية، ونحن نسألهم بمنطق عقلاني علمي بعيدا عن الدين. جاءت المتحدثة فتقول: إننا لم نسخر من نبيكم محمد فقط صلى الله عليه وسلم لتزيد الطين بلة، تقول إننا لم نخطئ في نبيكم، كأنها تقول هكذا، لأن هذا عندنا خطأ كبير، بل إننا نسخر، وهكذا بالترتيب كما سمعت بأذني، من الله نسخر، كما قالت، من الله، من الملائكة، من الكتب، من الأنبياء، من الملوك، نسخر من كل شيء. وهنا نقطة الاختلاف، اسخر من نفسك كما تشاء، لكن لا تتعدى علي وتسمي ذلك حرية تعبير. إنني لو أمتلك مثلا وردة فقلت لي: ما أقبح وردتك، وردة بسيطة، ما أقبحها، ما أسوأ رائحتها، ما كذا ما كذا، أي عاقل على وجه الأرض يقول لقد جرح عاطفته، جرح مشاعره، فما بالنا لو كان في شخص النبي محمد. الأمر الآخر أن هذه السخرية مبناها على التالي: أولاً الجهل، الذي يسخر أولاً اعلم ثم اسخر، أما أن تكون جاهلاً بأعظم شخصية لو قرأوا عن رسول الله وعرفوا من هو النبي محمد إن لم يتبعوه لأحبوه، يكفي جمال صورته وحسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، فما بالكم وقد زينه الله بالنبوة وختام الرسالة وتفضيله على العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. فما عرفوا عن حياته ولا سيرته. الأمر الثاني: ماذا تريدون؟ العمل لابد أن يكون له هدف. ما الهدف من إثارة مشاعر الآخرين؟ ما الهدف من إثارة غضب 1,600,000,000 على وجه الأرض يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من حبهم لأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم؟ وكل يفدي رسول الله بروحه وبقلبه. الأمر الثالث: إلى أي شيء تؤول هذه الأمور؟ وقد خبرتم من قبل وعرفتم، وكما قلت أيها الإخوة الكرام، وكنت أراجع اليوم كتابي التوضيح صفحة 152 وما بعدها عن الحرب الإعلامية وخطورة الكلمة، وكأني أعيش اليوم الحدث يتكرر دائما: الكلمة، الصورة، الإلقاء، المذياع، التلفاز، الرسوم، الصحافة،
أقوى من أي جيش على وجه الأرض، تستطيع بكل بساطة وبدون أي مزايدة ولا أي مبالغة، والله تستطيع أن تفتعل حربا أهلية وأن تفتعل حربا عالمية. أتدرون لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الأشياء عندما تنشر على الجميع، وهناك ملايين قاعدة عريضة تقرأ وتشاهد، فيهم مثقفون محترمون يحللون ويفهمون ويميزون، وهناك آخرون كثيرون تعبأ قلوبهم بالأحقاد، فيقوم بعض من المسلمين الغيورين بجهل تدفعه الغيرة الدينية والغضب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يدفعه ذلك على أن يعبر عن غضبه بطريقة ليست بشرعية، وتؤدي في نهاية الأمر وعاقبته إلى وبال على المسلمين، ووبال على وجه الخصوص، لا قدر الله لو حدث أن يصطلي بنارها الجالية الإسلامية التي تعيش في أوروبا تحت حراسة وحماية غير المسلمين، فسوف يكونون أول وقود لهذه النار لو حدثت، نسأل الله العافية والسلامة. يترتب على ذلك كما حدث من القتل الذي حدث في باريس، قام بعض الجهلاء ففعلوا ذلك. ما هي النتيجة؟ النتيجة أن لا أقول قليل آلاف ومئات ألوف، بل قد نجد ملايين يسمون المسلمين جميعا بوصف الإرهاب والعنف والتطرف، ولا يرغبون أن تقيم الجالية الإسلامية في أوروبا. وقد نجد من البعض الذين عبئوا بالأحقاد عن طريق وسائل الإعلام، وبعض الدول التي لا تريد للمسلمين خيرا أن يعبئوا الناس أكثر، من أجل أن نرى بعض صور اعتداءات مماثلة على المسلمين، حتى نسير والعياذ بالله عز وجل في فعل ورد فعل قد نعلم مبتدأه، ولكن لا يعلم إلا الله منتهاه. ومن هنا نقول لهؤلاء الإعلاميين: ماذا تريدون؟ أنا أعلم ماذا تريدون، وأعلم على وجه اليقين، لكنني لا أريد أن أنفخ في النار، وإنما أريد أن أضع الماء. أعلم أن هناك أموالاً تدفع من أجل صدام بين حضارتين على وجه الخصوص، الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية، أموال تدفع لبعض الأشخاص من أجل صدام الحضارات. وهنا أقول وأوجه النصيحة، وخاصة لحكماء فرنسا: عندما أصدرتم قانونا في فرنسا ضد السامية، ضد السامية، وخرج رجاء جارودي في يوم من الأيام بكتابه عن الهولوكوست، واستصدرتم قانونا يجرم وسميتموه بمعاداة السامية، مع أننا ساميون أصلا، نحن واليهود أبناء عم، جدنا إبراهيم عليه السلام، فنحن أبناء عمومة، ونرجع جميعا لسام ابن نوح، فنحن ساميون أيضا، فلا أدري معاداة السامية هل تخص اليهود وحدهم أم تشمل العرب أيضا.
فأنتم استطعتم إصدار هذا القانون ونجحتم فيه وحاكمتم رجاء جارودي في هذا الموضوع. أنا أريد أن أسأل، أحرية التعبير، حرية التعبير مباحة لقوم حرام على آخرين؟ أحرية التعبير انتقائية أم عامة تشمل الجميع؟ هذا سؤال أنا أطرحه وأتمنى الجواب والرد عليه. لماذا إخواني الكرام؟ أذكر أنني طالبت عند أزمة الرسوم الأولى، طالبت من فوق المنبر وخرجت الدعوات من الدول الإسلامية كلها عن طريق ممثليها وطلبوا من الأمم المتحدة أن تخرج قانون، قانوناً يجرم معاداة وازدراء الأديان. أنا أقول إن هذا هو الطريق الوحيد والطريق الأمثل، الطريق الوحيد والطريق الأمثل للحفاظ على الوحدة الإنسانية، لعدم انزلاق الشعوب، أسأل الله عز وجل العفو، إلى صدام وصراعات، أن يخرج قانون دولي، قانون دولي من الأمم المتحدة، ولتتبناه ولتبدأ به أوروبا، يجرم، يجعل ذلك جرماً من احتقر أي دين أو شيء مقدس أياً كان، يهودي، مسيحي، مسلم، أو أي مقدس عند قوم آخرين. ما جئنا لنزدري الآخرين ولا لنسب الآخرين. القرآن علمنا أدب الحوار وأدب التعامل، وأن لكل إنسان دينه وحرية اعتقاده، بل وحرية ممارسة دينه كيفما شاء طالما بقي في حدود آداب التعامل مع الآخرين. ماذا يضيرنا في ذلك؟ إننا نتعامل أيها الإخوة الكرام في الدنيا على قوانين التعايش والتسامح والتعاون والمحبة، بعيداً عن أسباب البغضاء والحرب والعصبية والحقد الذي يعبأ في الصدور عن طريق سموم بعض الأقلام السوداء التي تريد أن تغير العلاقات إلى علاقات حرب وعداء. ومن هنا أيها الإخوة الكرام نقول يجب علينا نحن المسلمين، نحن نملك قرارنا بأيدينا، دع الآخرين، ما واجبنا نحن؟ إن لم يستجب هؤلاء وإن صاروا في فكرهم وفي عملهم الذي لا نوافق عليه، كما لم نوافق على طريقة من قام فقتل، لم نوافق بكل قوة بلا خوف وبلا ضعف ولا نفاق ولا مداهنة ولا رياء، أنكرنا ذلك من منطلق ديني إسلامي. لكن نقول لماذا يحارب المسلمون في مقدساتهم؟ لماذا يساء للمسلمين في مشاعرهم؟ لماذا ننكر عليهم إذا غضبوا باعتدال دون خروج على حد القانون؟ لأن ديننا علمنا أنه من لم يحزن لرسول الله ويغضب له فليتهم إيمانه، إنه منافق. ومن هنا أشهد الله، لا أقولها مجاملة، وقد عرفتموني يا إخواني، ما جملت رئيسا ولا ملكا في حياتي على هذا المنبر إلا إذا مات
وكان له حسنة أذكرها حتى لا أتهم بالتملق والتقرب لرئيس أو ملك، لكنني أشكر وزير الخارجية المغربي. لك كل تقدير أيها الرجل، لك كل محبة، أنت ومن أرسلك في هذا الموقف العصيب الذي خنع البعض فيه وخرج في مظاهرات وفيها رسوم تسيء للحبيب محمد، وهو يسير فيها ولم ينكر ولم ينصرف. بئس ما فعلوا، بئس ما فعلوا، بئس ما فعلوا، وبئس الذل والعار الذي لحق بهم ما عاشوا. أما هذا الرجل جمع بين أمرين، أدى العزاء الواجب وأنكر العنف والتطرف، لكن في ذات الوقت لم يقف ولم يتحمل أن يهان رسول الله، فرجع إلى بيته عائدا بغيرته على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، فلتكن غيرتنا مضبوطة، بلا عنف، بلا قتل، بلا سب، بلا تدمير، فلا نقابل السخرية بسخرية. ديننا علمنا أن السخرية من الآخرين حرام وكبيرة، هذه آدابنا. لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، عسى أن يكن خيرا منهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أوجه النصيحة على وجه الخصوص لفلذات أكبادنا وحبات قلوبنا من الشباب، سواء أكانوا بنين أم بنات، فإنهم أسرع الناس محاولة لتحقيق وتفعيل غضبهم، ويؤخذون بالعاطفة ويساقون بالعاطفة. فرسالتي الأولى موجهة إلى هؤلاء: لا يقودكم غضب موتور وعاطفة تقود إلى سيء الأمور. حدث من قبل، وهذا من الحرام ومن الوزر الكبير. تعدوا على السفارات الأجنبية في بعض البلدان الإسلامية وقتل البعض، وقد تكون ردة الفعل أكثر والعياذ بالله عز وجل على الجهة المقابلة، أقصد المسلمين. فلا نريد، لا نريد رد فعل مخالف، وارجعوا إلى العقل والحكمة. وأدعو اليوم من خلال هذه الخطبة إلى الحوار، إلى الحوار الجاد بين أهلي أهل القانون، وبين أهل السياسة، وبين أهل الفكر، وبين أهل التشريع والقضاء، أن يعقدوا وعلى وجه السرعة أن يعقدوا مؤتمراً واجتماعاً يضم جميع هذه الأصناف من أجل وضع خطة لمستقبل البشرية الذي يهدد بين الحين والآخر باسم حرية التعبير، لكي يحاول أن يضع العالم كله على هاوية والعياذ بالله عز وجل قد تؤدي إلى حرب، والله ثم والله إلى حرب عالمية. أسأل الله عز وجل أن ينقذنا وأن يلطف بنا وأن ينزل السلام والأمن والحلم والعقل على أصحاب القرار، وأن يملأ القلوب والصدور بالمحبة والسلام والود والرحمة، وأن كل من أراد بالبشرية شراً فليجعل شره وكيده في نحره وأن يرده عليه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وأراد الإنسانية كلها بشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، وسوء عمله مردوداً عليه. ومن أراد بالمسلمين وبالناس جميعاً خيراً فوفقه يا رب العالمين لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا،
واختم بالصالحات أعمالنا، واصلح أزواجنا وذرياتنا، استر عوراتنا يا أرحم الراحمين، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا واحسن خاتمتنا، واشف مرضانا وارحم موتانا، واغفر لوالدينا. اللهم أنزل السلام والأمن والرحمة على البلاد والعباد في كل مكان يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا بارك الله فيكم. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، تعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واعفني وارزقني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة والسلام.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن يعصك جهنم ومن عذاب القبر فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.